زوار ومتتبعي موقع لو 360 مرحبا بكم. كنتواجدوا حاليا قرب ملعب مركب محمد الخامس الذي سيشهد المباراة المهمة للمنتخب المحلي أمام ناظره الليبي. نشوفوا الآراء الجماهير المغربية بخصوص هذه المقابلة وشنو هي التوقعات ديالها. خليكم معنا. إذا كيفاش كتشوف المباراة ديال اليوم ديال المنتخب المغربي أمام ناظره الليبي؟ كنشوف السيدي المباراة اليوم إن شاء الله، إن شاء الله نكونوا بخير وعلى خير ونربحوا إن شاء الله. شحال التوقع؟ المباراة تكون حضرت فيهم كل شيء، هادي نص النهائي ان شاء الله، بغينا المغاربه يدوزوا النهائي. شحال التوقعات ديال المباراه؟ شحال غتصير؟ توقعات ان شاء الله شي جوج ثلاثه، جوج ثلاثه ان شاء الله. اش كيبان لك انت في المباراه ديال اليوم؟ انا كيبان لي بان مباراه حاسمه وان شاء الله غادي نربحوا ان شاء الله. نربحوا خمسه لجوج. لا وصراحه المباراه اليوم ما غاديش تكون سهله، ولكن الحمد لله المنتخب غادي يكون ان شاء الله الدراري يستعدوا مزيان لهذا اللقاء، وتنظن راه النتيجه غتكون لصالح المنتخب المغربي. ان شاء الله 2-1 ولا 2-0. جينا اليوم باش نشجعوا المنتخب الوطني وباش نكون واقفين معاهم ونشجعوهم، وان شاء الله اليوم 5-0. جينا من وزن من دار الضمه، جينا خصيصا باش نشجعوا المنتخب الوطني المحليين، وكنتمنوا لهم التوفيق اليوم ان شاء الله في هذا النزال ضد ليبيا. كيف كتشوف المباراه؟ المباراة غالبا تكون صالح المنتخب المغربي، عندنا لعابة في المستوى وما يكون غير خير إن شاء الله. المقابلة ديالهم تقدر غتكون صعيبة، ونتمنوا الحظ للمنتخب الوطني المغربي. اليوم إن شاء الله جينا نشجعوا المنتخب الوطني وما كاين غير الفوز إن شاء الله، المقابلة النهائية إن شاء الله باش نفوزوا بالشان، وعقوبة لكأس العالم إن شاء الله حتى هو نكون 2026 باش يتنظم عندنا هنا إن شاء الله في المغرب، ونمثلوا المغرب في أحسن تمثيل. الهدف واي صفاوي والهدف والهدف.